بشار، في ميزة أخرى ربما للنائب الحزبي عن النائب المستقل، وهي فكرة أنه بنطالب دايما أن النائب يعمل مكتب استشاري من الفنيين علشان يساعدوه، لأنه هو مش سوبرمان، ما يقدرش يفقه ولا يفتي في كل المجالات. لكن لما يكون عندي حزب فيه هذه اللجان وهذه التخصصات، الرجوع إليها يغنيني عن هذا المكتب، أنا عندي حزب فني استشاري من الخبراء أقدر أرجع له في أي وقت. فأعتقد دي ميزة تضاف إلى فكرة النائب الحزبي. والله أنا عشت الاثنين. بمعنى ترشحت مستقل من 95 و2000 و2005 و2010 مستقل في دائرة بتضم ثلاث دوائر، النهاردة النزهة والسلام والملك، بقوا 8 مقاعد. وكان منافس ليا شخصية وقامة كبيرة الدكتور حمد السيد، وجريت الإعادة بينه وبينه 3 مرات في هذه الانتخابات، وكنت بقود هذه المعركة بالفريق العمل بتاعي. كويس. فريق العمل بتاعي، ودي أكسبني خبرة كبيرة جدا، أكسبني خبرة جديدة جدا في العملية الانتخابية. لما إن النهاردة بقينا في دائرة الملك وهي جزء من هذه الدائرة الكبيرة ومنطقتي اللي أنا مولود فيها ورجالي وعائلاتي وأصدقائي، هي نفس القصة، هي نفس القصة اللي أنا كلها اللي حضرتك بتتكلم عليها. يعني أنا مثلا عامل 15 مقر انتخابي في هذه الدائرة، ال 15 مقر انتخابي أنا قررت أول امبارح بعقودي يبقوا 15 مقر خدمي للمواطن بفريق عمل كامل، بحملة رسمية عاملها فيها مستشار إعلامي، فيها مستشار مالي، فيها مستشار ثقافي، فيها إدارة الدعاية، في مستشار دعائي، في الكلام ده. من خلال الخبرات المتراكمة، من خلال المعارك الانتخابية قدرنا النهاردة. جيت انضميت للوفد لما قالوا لازم نتضم الأحزاب بعد سنة 25 يناير، فانضميت في 1/8/2011. تمام. وده شرف كبير لي حزب الوفد، وكان هناك الاختيار أي حزب انضم له، أي حزب من الأحزاب القائمة. مع أن بعد 2011 بعد الثورة أحزاب كثيرة جدا كانت موجودة وكانت تتمنى أننا نضم لها. عندنا 106 حزب دلوقتي. كانت تتمنى أننا نضم لها، ولكن كان هناك اختيار. قناعة بشخصيات كبيرة وتاريخ هذا الحزب العريق، تاريخ كبير له، تاريخ وله اسم. الواحد بيقول النهارده مرشح حزب الوفد، كلمة تحت، حتى لو كان حزب الوفد ما بيدعمش، احنا اللي بندعم مش بندعم، لكن حزب الوفد بيدعمك بقيمته. قصدك بيدعمش ماليا؟ اه، بيدعمك بقيمته بتاريخه، بيضم شخصيات كبيرة جدا بين صفوفه وقياداته. الامر الاخر النهارده لما تقول حزب الوفد يقول لك اه ده عيد هيكل، ده راجل خبرة سياسية، ده راجل بقاله سبعة، ما انا بقالي 37 سنة في العمل السياسي، رئيس نادي رياضي، رئيس جمعيات كتيرة، مرشح حزب وطني كتير، امين عام محامين شرق القاهرة سابقا، قيادة كبيرة في الوفد، حاجات كتيرة جدا عشان مش مجالها البرنامج، مناصب كتيرة جدا. لا الحقيقة هو ده مجالها. اه توليت اخر مجالها دلوقتي. نقول 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 مناصب كتيرة جدا توليناها من خلال العمل الخدمي والعمل الاجتماعي والعمل السياسي. مزيج، انا كنت في ثانية ثانوي امين صندوق جمعية تنمية المجتمع المحلي في حي الملك، انا في ثانيه ثانوي، ثم سكرتير، ثم رئيس 11 سنه، واليوم رئيس نادي، وعمل لهم استاد وهكذا. شايف ان الاثنين بيكملوا بعض، فكره خبرات المرشح إيه؟ مع المدير الحزبي. يا سلام لما يبقى المرشح ذات خبره، يا سلام لما يبقى المرشح ذات فكر ويقدر يبرمل دي وتدعمه الفكر السياسي المنبثق عن الحزب. ممتاز. ولما يصبح حزب عريق حضرتك زي حزب الوفد. تمام.